السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات المرحلة التأسيسية. النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوعنا على المغناطيس، وهنكمل تطبيقات المغانط الكهربائية. تاني تطبيق على المغانط الكهربائية هو المولد الكهربائي أو الدينامو. إيه هو المولد الكهربائي؟ تعريف المولد الكهربائي هو جهاز بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، يعني كده بيكون عكس المحرك. خدنا قبل كده إن المحرك جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. يتكون المولد الكهربائي من ثلاث أجزاء رئيسية: المغناطيس، لفة أسلاك متصلة بمحور، وتوربين اللي هو مصدر الحركة. إحنا بنقول جهاز بيحول الطاقة الحركية. مصدر الطاقة الحركية هو التوربين. إيه هو التوربين؟ عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن مجموعة من الشفرات المتصلة بمحور، ويشبه التوربين البسيط المروحة الكهربائية. ريش التوربين تشبه ريش المروحة الكهربائية اللي احنا عارفينها. فكرة عمل المولد الكهربائي: واحد، بيستخدم البخار أو الهواء أو الماء لتدوير شفرات التوربين. يعني بتعمل معظم التوربينات بطاقة البخار. بيتم إرسال البخار إزاي إلى شفرات التوربين؟ حيث يرسل البخار عبر أنبوب موجه إلى الشفرات بيعمل على تدويرها. وتحتاج التوربينات الهوائية إلى رياح قوية، في حين تحتاج توربينات أخرى إلى تدفق المياه. تاني حاجة، بتسبب الشفرات الدوارة اللي هي متصلة بالمحور دوران المحور الذي يثبت دوران لفات الأسلاك. يعني بناء على دوران المحور بتدور معاه لفات الأسلاك داخل المولد. ثالث حاجة، بتدور لفة الأسلاك بين القطبين المغناطيسيين، واحنا عارفين ان المجال المغناطيسي بيولد شحنات كهربائية داخل لفة الأسلاك. بينتج المجال المغناطيسي بين القطبين تيار كهربائي في لفات الأسلاك. آخر حاجة، في كل مرة تقترب فيها اللفة من القطبين بتنطلق عبرها شحنات كهربائية، وهذه الشحنات عبارة عن تيار كهربائي. يبقى احنا ابتدينا خالص في فكرة عمل المولد بالحركة وانتهينا بالتيار الكهربائي. يبقى كده احنا نفهم المولد الكهربائي أو الدينامو إن هو جهاز بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. ومعايا رسم توضيحي. هنا أول رسمة على الناحية اليمنى، بتدير الطاقة الميكانيكية اللي احنا قلنا ممكن تكون عبارة عن طاقة بخار أو طاقة هوائية أو تدفق مياه. بتدير شفرات التوربين، وتدير الشفرات المحور اللي هو متصل بالتوربين، ويدير المحور لفة الأسلاك من خلال المجال المغناطيسي بين القطبين. لما الأسلاك بتدور بين قطبي المغناطيس، المجال المغناطيسي بيولد شحنات كهربائية داخل لفات الأسلاك. نلاحظ هنا في الشكل الأولاني على اليمين إن اللمبة الموجودة مضاءة لأن الدائرة الكهربائية مغلقة تماما. الشكل رقم 2، هنلاحظ إن الدائرة انطفأت. إيه السبب؟ معنى ان الدائرة انطفأت يعني في جزء من الدائرة، معنى ان مصدر الاضاءة او اللمبة انطفأ يعني في جزء من الدائرة اتفتح. الجزء اللي اتفتح ده ان اثناء لفات الاسلاك بين قطبي المغناطيس خرجت لفات الاسلاك من المجال المغناطيسي. وقلنا إن المجال المغناطيسي هو اللي بيولد الشحنات الكهربائية داخل لفات الأسلاك. جزء من لفات الأسلاك خرج من المجال المغناطيسي، يعني ابتعد عن مصدر الشحنات الكهربائية، فانقطع التيار الكهربائي، وبالتالي أصبحت الدايرة مفتوحة، فتم إغلاق مصدر الإضاءة. الشكل رقم 3 الأخير، رجعت لفات الأسلاك تاني لفة الجزء اللي كان خارج بره المجال المغناطيسي
رجع لف تاني ودخل المجال المغناطيسي، فأصبحت الدائرة الكهربائية مغلقة، فأصبح التيار الكهربائي يمر مرة ثانية باستمرار، فأضاء مصدر الإنارة أو اللمبة الكهربائية. يتم الاعتماد على المولدات لإنتاج كل الطاقة تقريباً. بيتم الاعتماد على المولدات لإنتاج كل الطاقة. كل الطاقة الموجودة في المستشفيات وفي المنازل وفي المدارس تعتمد على المولدات، وتنتج معظم المولدات الكهربائية تيار متردد. أغلب المولدات بتنتج تيار متردد، وينقسم التيار إلى تيار متردد وبترمز له بالرمز AC اللي هو Alternating Current. هنا أخذنا أول حرف كابيتال A Alternative، وخدنا Current يبقى Alternative Current أو باختصار AC. تاني نوع من التيار، التيار المستمر وبترمز له بDC اللي هو Direct Current. عند أول حرف من Direct D وCurrent C، يبقى خدنا اختصار Direct Current اللي هو DC التيار المستمر. يبقى أنا عندي ينقسم التيار إلى Alternative Current Direct Current، التيار المستمر AC، والتيار التيار المتردد AC، والتيار المستمر DC. ايه هو التيار المتردد؟ تعريفه ايه؟ يتدفق التيار المتردد في اتجاه ما ثم يتدفق في الاتجاه المعاكس، وبذلك بتتحرك الشحنات الكهربائية ذهابا وإيابا باستمرار، يعني ملهاش اتجاه ثابت، تتحرك ذهابا وإيابا متردد، تيار متردد. تستخدم معظم المآخذ الموجودة في المنازل أو المدارس التيار المتردد. ايه هو التيار المستمر؟ هو تدفق التيار في اتجاه واحد ولا يتدفق في الاتجاه المعاكس. عندي مثال كده في البطارية. البطارية لها قطبين، قطب موجب وقطب سالب. يتحرك التيار الكهربائي من القطب الموجب الى القطب السالب. تغير بعض الاجهزة مثل الحاسوب تيار AC اللي هو التيار المتردد من مآخذ الحائط إلى تيار DC اللي هو التيار المستمر، ويبقى عن طريق حاجة اسمها ترانسفورمر أو المحول. وبننهي موضوعنا مع الأسئلة، والأسئلة دايما بتبقى تلخيص وتأكيد وزيادة فهم. أول سؤال عندي بيقول إيه؟ المولد الكهربائي هو جهاز بيحول. يحول ايه الى ايه؟ هو جهاز يحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية. يتكون المولد الكهربائي من ايه وايه وايه؟ مين ركز وذهنه حاضر يقدر يجاوب. يتكون من المغناطيس ولفة الاسلاك المتصلة بالمحور، والتوربين اللي هو مصدر الحركة. التوربين عبارة عن مجموعة من الشفرات المائلة والمتصلة بالمحور. في المولد الكهربائي، سؤال رقم 6، سؤال رقم 4، بيشبه التوربين البسيط يشبه المروحة الكهربائية. سؤال رقم 5، يستخدم ايه في تدوير شفرات التوربين. التوربين بيتم ادارته عن طريق ايه؟ عن طريق طاقة البخار، او عن طريق الهواء، او عن طريق تدفق المياه. في المولد الكهربائي، تثبت الشفرات الدوارة او التوربين دوران ايه الذي يسبب دوران A داخل المحور. قلنا التوربين لما بيدور عن طريق البخار أو تدفق المياه أو الهواء
القوي والرياح القوية بتسبب دوران المحور، والمحور بدوره بيسبب دوران لفات الأسلاك داخل المولد. في المولد الكهربائي بينتج المجال المغناطيسي بين قطبي المغناطيس شحنات كهربائية في لفات الأسلاك. المجال المغناطيسي هو اللي بيولد الشحنات الكهربائية أو التيار الكهربائي في لفات الأسلاك. ينقسم التيار الكهربائي إلى تيار متردد AC وتيار مستمر DC. وبكده نكون انتهينا من موضوعنا النهاردة. أتمنى بإذن الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.